أنا اسمي نبع عطية محمد، سورية الجنسية، إلي بالأردن من 91. أنا أناشد دلالة المرد عبد الله الثاني ابن الحسين، وأناشد جميع الأردنيين النشامة. أنا بلدكم، أنا بدي حقي النشامة. أنا الآن في الشارع، أنا وبناتي، بدي حقي. متجوزة من واحد باكستاني، والباكستاني هذا مو راضي يعطيني حقي ولا حق بناتي. عندي طفلتين، عمر الواحدة 5 سنين والثانية 3 سنين ونص. أنا بدي حقي، كل ما أروح على مسؤول، كل ما أروح حدا راح يجيب لي حقي. والله العظيم أنا هيني في الشارع، أنا وبناتي بدور على نقطة الخبز وما إلي مأوى. والآن هو ساكن عند طلال فياض العدوان من طخت الشونة الجنوبية، وهو شيخ ومعالج في القرآن، اسمه موسى كرم خان. بدي أوراق لبناتي، بدي إقامات لبناتي، إله 5 سنين ما يتعرف على بناته. ويا رب هذا المقطع يصل لجلالة الملك عبد الله ولجميع